يا درس بس للناس تعرفهم ان هم ما بيبقوش على حد، هو قام بالواجب اللي هم عايزينه هيغيروه ويجيبوا غيرهم، وده درس للي تحتيهم ان هم برضو هيغيروهم ويجيبوا غيرهم. بس ده لعبة عاملينها سيسي وحرقي قريب جدا هيترقى محمد ابراهيم، هيترقى محمد ابراهيم وهيمسك مصر كبير جدا، لان اللعبة ملعوبة كلها كلهم عسكر في بعض وكلهم خونة، وربنا ينتقم منهم، ربنا ينتقم منهم، اللهم امين، ربنا ينتقم منهم ويعجل بيومهم، اللهم امين. استقالة محمد ابراهيم دي استقالة كانت معروفة، هو مش استقالة ولا إقالة ولا كلام من ده، هو خلاص تم مهمته ومش عايزين منه أكتر من كده، والراجل حمل مهمته وخد الفلوس اللي هي ليه التمن وخد